ولا يا فخري. ايوه خالتي. واقف بتعمل ايه في البلكونه يا زاف؟ بشم هوا. هوا؟ هوا ولا بتشرب سجاير يا فاشل؟ مش قلت لابوك بطلتها؟ صحيح، رجعت ريما لعادتها القديمه. وعلى رأي عمنا سعد زغلول مفيش فايدة، دايما بنقول المثل ده لما نفقد الأمل في حد إنه يستغنى عن عادة سيئة أو يبطل حاجة مهببة كان بيعملها زمان. وبترجع قصة المثل ده لست اسمها حليم وجوزها حاتم الطائي، والراجل ده كان مشهور بالكرم الشديد وهي بخيلة جلدة، لدرجة إنها لما كانت بتيجي تطبخ كانت إيديها بتترعش وهي بتغرف معلقة السمنة اللي هتطبخ بيها، فجوزها حب يعلمها الكرم. قال لها: عارفة الناس زمان كانوا بيقولوا ان الست كل ما تحط معلقة سمنة في الاكل ربنا بيطول في عمرها يوم؟ وابتدت حليمة تحط سمن كتير في الاكل على عشم ان كل معلقة بيوم زيادة، واكلها بقى حلو وايديها بقت سخيفة. ولكن فجأة مات ابنها الوحيد اللي كانت بتحبه اكتر من نفسها. زعلت حليمة عليه وابتدت تزهد في كل حاجة في الدنيا لدرجة انها تمنت الموت. وهنا افتكرت موضوع معلقة السمن وبطلت تحط سمن في الاكل خالص، برضو على امل انها كده بتأثر في عمرها وتموت بدري وتروح لابنها. فدخل عليها جوزها وقال لها: رجعت حليمة لعادتها القديمة. وبما اننا بنتكلم عن البخل والكرم فلازم نقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر الكرم والخير. اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. رمضان كريم.